الليلة مع ضيوفي هفتح ملف شائك للغاية حواليه علامات استفهام كتيرة جدا. في ناس عملت ملايين الدولارات احترفت لعبة التمويل الأجنبي، يروح يعمل جمعية في الشؤون الاجتماعية ويتصل بالسفارات ويقبض الشيكات، وربنا تبص لي كده ليه؟ وربنا يفتح عليه. عملية سهلة خالص خالص خالص. يا ترى ايه حدود المسموح والممنوع في التمويل؟ هل في تمويل حلال ولا مؤاخذة في تمويل حرام؟ الكلام ممكن ما يعجبش ناس كتير، لكن احنا سمعنا كتير عن قضايا التمويل الاجنبي زي القضية 250 والقضية 173. بصراحة انا شخصيا بتنرفز جدا لما بعرف ان الجماعة بتوع الجمعيات الحقوقية اللي قابلوا اوباما واللي قابلوا ميركل واللي اتعشوا في بيت السفير البريطاني واللي قبضوا من السفارة الامريكية وغيره 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 وغيره، حاجات كلها ما سمعناش عنها قبل كده الا من تاريخ اسمه 25 يناير 2011. معايا النهاردة ضيوف أعزاء جدا للغاية، تفاصيل كتيرة هعرفها منهم. اسمحوا لي أن أرحب باللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، والنائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والأستاذ أيمن عقير رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. مساء الخير جميعا. هل التمويل الأجنبي يا أستاذ أيمن مشبوه ولا مش مشبوه؟ لا طبعا مش مشبوه. ليه؟ أولا الناس هتفتكر إن أنا قايل لك السؤال قبل ما أجي، ده أنت دخلت على طول. لا مصرية واضحة، لأن أنت عندك قانون الجمعيات الأهلية قانون 84 لسنة 2002، قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 رقم القانون كده. أيوه ده الساري الآن. وحتى مشروع القانون اللي احنا رفضناه واللي رئيس الجمهورية يعني ما صدقش عليه وموجود دلوقتي في البرلمان، ما نعرفش فين بالظبط بس هو موجود في البرلمان بيتعدل، برضو بيتكلم عن التمويل الأجنبي. يعني إذا كان القانون المصري بيقول لي إزاي تحصل على تمويل أجنبي وبتخضع لرقابة مين، يبقى مشبوه فين؟ طب ثواني، أنا راجل قاعد على القهوة دلوقتي في الشارع وعايز أعرف، معلش أنا آسف أنا هرجع هنا بس عايز أسأله، بتاخد تمويل أجنبي تعمل بيه إيه؟ طيب هو أنا عندي سؤالين. اولا بتاخد تمويل اجنبي بموافقه الدوله ولا لا، وبتعمل بيه يا ريس؟ بموافقه الدوله والقانون 84 ل 2002 وورقك سليم وفله تمام، في ميادين عمل منصوص عليها في القانون. وميادين عمل اي مؤسسه او جمعيه اهليه مشهره طبقا لقانون 84، لان دي الكيان او الشكل الوحيد المعترف به في مصر. يعني مصر ما بتعترفش بشركات المحاماه، شركات مدنيه غير هادفه للربح، شركات مساهمة، شركات تضامن، دي كلها أشكال برضو بتشتغل معانا في المجتمع المدني وبتحصل على تمويلات. الحكومة المصرية ما بتعترفش بكل الأشكال دي، بتقول لك الشكل الوحيد عندي هو الخاضع ل 84 لأن ده بيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التضامن الاجتماعي. وبالتالي أنا لما باجي أشهر مؤسستي بيبقى في عندي ميادين عمل مسموح بيها. لما بتيجي جهة منحة من الجهات تعلن ان هي هتمول مشروعات مرتبطه سواء بالبيئه، بالطفل، بالايدز، بحقوق الانسان، بالديمقراطيه، يعني دي شغلانه؟ طبعا شغلانه. ليه مش شغلانه؟ ايوه يعني حضرتك دلوقتي عندك ماعت، انا ما اعرفش، اسمع عن ماعت لكن ما اعرفش ايه نشاطها. جالك مثلا مليون دولار يا رب. اكبر رقم جالك كام؟ طيب 507,000 دولار. 507,000 دولار وجهتهم ليه؟ ده كان مشروع ممول من جهه منحه اسمها دروسيس، دي جهه سويسريه. ده كان شغال على مشروع اسمه دمج وتاهيل، كان هدفه اعاده دمج وتاهيل المفرج عنهم من السجون واسرهم في المجتمع المصري. اشتغلنا على شق تعليمي بنخلي الاولاد بتوعهم يكملوا تعليم ويندمجوا في المجتمع، واشتغلنا على شق اقتصادي كنا بنعلمهم مهن وحرف وبنوظفهم، واشتغلنا على شق اجتماعي ان هو اعاده الدمج مره ثانيه ونفسياتهم، وان ممكن واحد يرتكب جريمه ويخش السجن ويؤدي فتره العقوبه وهكذا. وده كان من افضل وانجح المشروعات اللي نفذتها مؤسسه ماعت. واضح من كلامك ان انت متحمس لمساله التمويل الاجنبي. طبعا صح؟ طبعا خليك في حماسك ده. حاضر. ثانيه عينيا ست اللواء، التمويل الاجنبي مشبوه ام مش مشبوه؟ سبوبه لتكوين الثروات. سامع؟ سامع طبعا. هذا الكلام في هذه القاعة 2006 كنت ولو شمع. رجعت للفيديوهات اللي التسجيلات اللي موجودة من 2006 وانا بقول دي سبوبة. لما يبقى واحد عامل جمعية ومراته عاملة جمعية وهو بياخد تمويل ومراته بتاخد تمويل، وكانوا اعضاء 10 في مجلس النواب في ذلك الزمان
اللي انا كنت فيه في مين هم في دول اخواتهم واخواتهم وعاملين مين يعني قول لي حضرتك لا يعني اسامي مش ما يعني مش متذكرهم حاليا لانهم كلهم ما فيش حد منهم في السجن هم حاليا ام لا سافروا لا وهربوا لا لا اللي سافر بقى وهرب جوزها مثلا لكن هي هنا لسه هي هنا لسه انا عرفتهم وغيرهم اول حرف الف وهي اول حرف جيم انا مش عرفني بالاسماء دي يمكن مش هم مشبوه ولا مش مشبوه يا فندم الله ينور عليك والله يا استاذ الله ينور عليك مشبوه ولا مش مشبوه لا انا عايزه بس اقول حاجه يعني عايزه اقول ان كل الاموال اللي بتخش دي وفي قضايا يعني انا شخصيا كنت مره في الامم المتحده واتكلموا على مؤسسه واخده 9 مليون دولار لقضيه الختان. طب مين المؤسسه دي حضرتك؟ لا مش فاكره اسمها. لا كلكم مش فاكره ده معروفه دي ما موجوده. إيه افتكرت دلوقتي قول يا سياده اللواء قول. دي مش بتاع مرات ابو سعده دي اللي واخده 8.5 مليون. انا مش فاكره الاسم. دولار؟ امال ايه؟ لهذا بالقمصان؟ لا انا مش فاكره الاسم. دي معلومه انا ما اعرفهاش للاسف. وما اعتقدش في حد ممكن ياخد دولار يعني 8 مليون دولار مبلغ ضخم جدا. 8 دولار 106. ممكن انا مش فاكره الاسم ومع طيب. ذلك لما تيجي تدور على قضيه الختان ما تلاقيش ان حتى حصل فيها اي تطور ولا حتى تغيير ثقافه محافظه يعني انا لو خدت الفلوس دي ونزلت على محافظه عشان اغير الثقافه دي وابتديت اشتغل على الكره والنجوع اقول ده دي فلوس داخله للبلد بتعمل حاجه لكن ان انا اعمل الفلوس تخش للمنظمات المجتمع المدني ايا كان مين فيروح يعمل لي في احدث فندق مؤتمر ويدي للمجموعه مجلدات لطيفه كده وشنطه جلد وبتاع ويستف لي الورق ووزاره التضامن المشكوره لا وبرنامج تلفزيوني وبرنامج وكل لازم برنامج يكتب وبرنامج تلفزيوني يذيع عشان يحط كل ده في الارشيف ويبعته بالظبط كده يبعته لمين يا فندم يبعته للجهه المنحه الجهه المنحه مثلا هو قال اسم حاجه في جنيف في سويسرا الدروسيس ايه الدروسيس يعني ايه دروسيس دي جهه منحه ايه يعني انا كمواطن مصري ايه الدروسيس عرفني دروسيس دي بتاعتي ما يمكن تكون بتاع الجاسوسيه حلو برافو عليك السؤال ده مهم جدا لكن لما اجي اشتغل مع جهه منحه قد تكون جاسوسيه فين دور الامن المصري هو انا دخلتها من تحت الترابيزه في زمايل لحضرتك دخلوها من تحت الترابيزه يبقى هنا ما نعممش يعني انت واثق من نفسك طبعا ما جيت لان انا من ساعه ما اشتغلت في المجتمع المدني والوحيد على فكره الذي قبل انه يطلع معانا في البرنامج هو الراجل ده ربنا يخليك يعني ما فيش حد منه استاذ جمال عيد كل الناس دي جمال عيد يجي هنا يعمل ايه؟ ما نجيش انا لا انا بقول لحضرتك ان هو رفض ان هو يطلع معايا ولا الوحيد اللي قبل انه يطلع معايا الاستاذ ايمن وانا بشكره ان هو طلع ممكن نكون انا مختلف معاه ايديولوجيا لكن في النهايه وفكريا لا يفسد للود قضيه وبرنامجنا بيستوعب الجميع وبيستقبل كافه وجهات النظر ما يمكن في ناس ثانيه بتاخد حاجات ممكن وعلشان كده احنا بنقول ايه اذا كان النهارده في قضيه رقم 173 بتاعت التمويل الاجنبي وانا من اول الناس اللي تم التحقيق معاهم وسياده المستشار اشرف عشماوي يعني عايش اطال الله في عمره واللي كان بيحقق معايا على مدار 6 أيام متتاليه ما كانش مقبوض عليا كنت بروح الصبح وامشي اخر النهار سالني في كل التمويلات اللي حصلت عليها كل حاجه بالمستندات بالورق بالموافقات ما عنديش ولا غلطه مستف ورقك يعني عايز تسميها مستف ورقك ايوه ورقك مستف يعني ما بعملش حاجه غلط لا ما خدتش تمويل بيدي لنفسه مرتب عالي يا فندم انت خدت تمويل شرعي ولكن بيدي لنفسه مرتب عالي ملهاش علاقه بالمرتب اهو خلينا بس نسمع سياده يعني النائب خلينا نقول ان خدت ده يعني في ناس خدت تمويل وصرفت على ناس تتمرن في اوكرانيا مثلا سمعنا عن 6 ابريل اكثر جماعه خدت تمويلات وعرفنا بعد كده ان هي فصيل من فصائل الاخوان وان 3/4 في السجون وخونه فما تزعلش انت شغال في مجال بالصراحه لو انا قاعد مكان اي حد فيكم وتسال مشبوك ما تزعلش انا مش زعلان بالعكس انا زي ما يقول لك ده عنده كباريه كباريه محترم قوي والله سعاده البيه ما بيتقفش هو في الاخر كباريه يعني شكرا يعني هو في نهايه الامر مش كباريه المنظمه اسخن من كباريه الكباريه واضح لا ما بيقولش كباريه بيقول لك نايت كلاب ايوه نايت كلاب بالظبط والناس كلها بتروح تتعشى فيه اتفضلي يا فندم حضرتك عندك رد ان حتى ان باترسون لما كانت هنا اتكلمت على التمويلات الاجنبيه وان
وان في 40 مليون اتخذت من منظمات المجتمع المدني واتعمل بيها ايه في الحقيقه؟ يعني ثوره اتعمل بيها ثوره فندم. وهذه السيده اللي كانت بتتدخل في شؤون المصريه، هل كانت بتتدخل وهي حاسه ان ظهرها محمي من منظمات المجتمع المدني؟ الحقيقه يعني يعني اذا المنظمات بتؤثر يعني؟ الفلوس هي اللي بتؤثر. لا يا فندم، الفلوس هي اللي بتؤثر. الفلوس هي اللي بتؤثر. واحنا بنشوف ده، الفلوس هي اللي بتؤثر. هو انا النهارده هقول لحضرتك، هو انا النهارده لما بنزل الانتخابات وايا كنت انا كفاءه، اللي قدامي معاه فلوس ما هو اللي هينجح. كويس. حتى ولذلك انا برضو يعني ده طبعا مش في الموضوع، انا كنت رافضه تماما ان مزدوج الجنسيه يخش البرلمان. تمام. يعني مزدوج الجنسيه ده يوم ما هيجي يصرف على دايره مليون دولار هيبقى احسن من مليون في مصر. اللي حطوا يعني الدستور كان فيهم مزدوج الجنسيه. بالظبط كده. لجنه 50؟ امال ايه؟ طبعا. يعني احنا عندنا لا، ما هو ده قانون اهو. يعني ما هو ده قانون، في اخطاء، وبالتالي انا بقول ان قانون الجمعيات الاهليه كان فيه اخطاء كتيره جدا. انتم رافضين قانون الجمعيات الاهليه اللي عملته اللي عمله البرلمان؟ لا، اللي عمله البرلمان مش لجنه التضامن، هي اللي صغته على حد معرفه. لا لا لا، هم اللي عاملينه. والمجلس صوت عليه ووافق عليه بالاغلبيه، وافق عليه بالاغلبيه، ولم يصدق على القانون من رئيس الجمهوريه. القانون تم اعادته للتعديل، لسه ما راحش للرئيس الجمهوريه. ما بعتهوش ليه طيب؟ يعني القانون خرج في شهر 11، ما راحش ليه الرئيس؟ لان في الحقيقه كان في مواد ما بتحكمش التمويل الاجنبي بالحل. طب في الشارع بيقول ان القانون ده هو اللي اثار ضجه داخل البرلمان، لو طلع للنور في كتير من اعضاء البرلمان هيتلطوا. وماله؟ يا رب يكون حتى في. طب ليه لا؟ اعلى مستوى. ايه المشكله؟ طيب اقولها لكم بشكل تاني. في الناس في الشارع بتقول، وكلام لسيادتك موجه، نحن ما سمعناش عن الجمعيات الاهليه، فاكثر انها كانت بتعمل حفلات زمان وموائد افطار اللي هي بيقولوا عليها موائد رحمن. تمام. عزا فلان بتاع يلموا شويه بطاطين، كلام زي كده. ما سمعناش عن دور الجمعيات الاهليه وكلمه التمويل الاجنبي الا في اعقاب مجيده 25 يناير. طب ممكن اصلح لحضرتك معلومه؟ التمويل الاجنبي لن يتم اثارته الا في 2007، مش بعد 2011. 2006. 2006. اول ما اتعملت خارطه الشرق الاوسط الجديد وظهرت ميبي، وبدات الامريكان يستقطعوا، كانوا بيقبضوا في السر، يستقطعوا جزء من التمويل الاجنبي اللي بيروح للحكومه المصريه. لا، مش التمويل الاجنبي، المعونه. المعونه ده شيء، ده حاجه. والتمويل الاجنبي حضرتك الحكومه. طيب انا يعني طب انا يا اخي عايز افهم. ايوه يا اخي، كلهم عايزين يقولوا زي انت لابس فتلح ليه وهيوش؟ والفيس ده حلو، بس مش ديري على فكره، اسمه فيس. يا سيدي حاجة عليا، انا راجل بلدي ومتدلع، انا كمان عايز اتدلع. حلو. افتح، ما حدش قال لك ما تفتحش. طب ما تشاركني اخش معاك شريك. عينيا الاثنين. لا، ومين انا؟ وانا عندي خبره، انا لو فتحت هيدوني مليم احمر يا فندم. يعني انت وصلت، طب انت فتحت كده وراح جاي لك الجماعه من النمسا ومن بتتكلم سويسرا. عن معي؟ طب بتتكلم معي بصفه عامه. انا بتكلم بصفه عامه، ماليش دعوه، انا مش جايبك عشان بس الكلام يبقى واضح. تمام. قول لي كده صفه جمال عيد ايه عشان يقابل ميركل؟ والله هو ده تسال عنه كمان. ميركل اختارت الناس اللي قابلتهم. اهو كده اختارت الناس اللي قابلتهم. ايه؟ قول ليه جمال عيد يقابل ميركل؟ لانه بيشتم في الجيش، بيقول العسكر، ويقول بتوع البياده، وبيشتم في الشرطه، وبيقول ان احنا بنعذب وبنقهر الناس. بص الكلام بتاعه على صفحته اهو. لا غير اللي على صفحته يا بيه، ليه فيديوهات هاتها، ليه فيديوهات هاتوها، شوفوا ده بيقول ايه وبيعمل ايه ومتساب. انا في يوم كنت انا وهو مع عمرو اديب واتخانقت معاه. هو ما هو بيتخانق كتير فعلا. ليه؟ لان هو عايز يتكلم، ما عندوش حاجه غير الجيش وعنده الشرطه وبس والتعذيب وال استاذ جمال عيد افتتح سلسله مكتبات للكرامه بدون ترخيص وبتمويل اجنبي لنشر التحريض ضد الدوله وضد الجيش. كلام لتامر عبد المنعم. متهم في القضيه رقم 173، متهم في القضيه 1110 لسنه 2012 تمويل اجنبي. في 21 يناير من عام 2011 عاد للبلاد قادما من الدوحه، ثم شارك في مجيده. 18 ديسمبر 2010 حصل على دورة في أمريكا. يوليو 2009 التقى مايكل راين رئيس القسم السياسي بمقر الاتحاد الأوروبي في مصر، وقدم تقرير عن حقوق الإنسان.
1 مايو 2009 سافر برضو للدوحة، زوجته الأمريكية كلاريسا بونكومو موظفة في هيومان رايتس ووتش. في فبراير 2007 برضو سافر للدوحة. ده كده بريف لو الأستاذ. لا يا بيه، بنته اللي عندها كانت 9 سنين يوم القضية بتاع 173 نعم باسمها في البنك 20 مليون دولار. يعني انا مش متاكد من المعلومات. انا بقى بص المعلومات اللي بقولها معلومات انا كده يعني 20 مليون دولار. انا ما عنديش كلام من حضرتك على حاجه. انا اعتقد المبلغ ده مش صحيح. لا يوم القضيه توجه فين هم طيب؟ ما في متحفظ، ما هم ممنوعين كلهم من السفر يا ما انا عارف ان ممنوع متحفظ على الاموال. كلهم بسافر حضرتك. والله انت مش ممنوع من السفر. اتمنع ليه؟ لا ده مش ممنوع من السفر بقى ده. طيب ماشي خلاص، مش ممنوع السفر يبقى مفيش عليه حاجه كده علني بقى. ايه دبل فيزي؟ مش عارف اسال سيادة اللواء. لا تقصد ايه دبل فيزي؟ عندي حتة كده اقول اشغلكم على بعض اولع على الاستوديو. دبل فيزي كده هيمنع عنك التمويل. دي مصيبة سودة. يسال لا عايز افهم يعني ايه دبل فيزي؟ دبل فيزي ايه؟ بيلزق يعني ايه؟ يعني ايه دبل فيزي؟ يعني هو راجل وطني. رجل وطني. طب الحمد لله انا راجل وطني. طب دي حاجة حلوة. طب دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ المهم خلينا نرجع تاني. الناس دي اتمنعوا في 2016 من السفر على ذمة القضية دي. القضية دي انا مش عايز اخوض في تفاصيلها ولو ان عندي كتير من تفاصيلها لان في عذر نشر فيها. ولكن طالما في قضية وقضية خطيرة زي دي تتعلق بتمويل ومسائل زي دي وتعاملات دلوقتي مع اوباما وسعد الدين ابراهيم واخوان سيد الفضل. خلينا نوضح حاجة يعني حاجات برضو للمشاهد. اولا المجتمع المدني وحقوق الانسان مش جمال عيد بس، في منظمات كتير بتشتغل ومنظمات محترمه. بهي حسن يا بيه راح قابل واقف جنب حسن حسن بس 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 ليه مش حسن 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 واقف جنب بنك مون وتصور معاه في جنيف يا فندم مبهدل الدنيا وقابله وزير الخارجيه البريطاني. الغريبه بقى ان ميركل تيجي تقابل الرئيس السيسي ووزير الخارجيه البريطاني يجي يقابل الرئيس السيسي بعد كده يروح جايب يجيب ايه بقى مجموعه زي الاستاذ ابراهيم عيسى. الاستاذ ابراهيم عيسى مش تبع التمويل الاجنبي لكن هو ايه يعني معارض من اجل الاعتراض على طول لا وجهه نظر اصل اللي ده انتوا رافعين عليه قضيه يا سيدي اللي بيعترض ده انا ما اقدرش. طب ثواني عشان معايا تليفون مهم جدا معايا اللواء ممدوح الامام مساعد مدير المخابرات الحربيه الازرق. مساء الخير يا فندم. البحري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. حضرتك من اكتر ناس اللي عندك معلومات عن قضيه 173 عن التمويل يعني بصفه عامه. يعني هو في قضايا ثانيه غير 173 كمان؟ في 250 يعني في يا فندم زي ما ضيوف حضرتك قالوا الصوت سنه 2012 و173. طيب حضرتك شايف 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 الفتره اللي جايه دي هتشهد ايه يا سياده اللواء؟ يعني ايه اللي ممكن تكشف لنا عنه؟ هو بس يا فندم انا عاوز اوضح طبعا تحياتي لضيوف حضرتك الكرام. انا طبعا بتكلم بصفه شخصيه ملهاش دعوه بالمنصب ولا اي حاجه. الكلام اللي هقوله ده منشور في تقرير المراقب المالي الامريكي. نعم. حضرتك التمويل لا ما بداش من 2006. التمويل يا فندم بدا تقريبا 2004 2005 وكان من عده جهات امريكيه ابرزها اللي هو الصندوق الوطني للتنميه الوقفيه الامريكيه ومبادرة الشراكة للشرق الأوسط وفريدم هاوس. كل دول يا فندم كانوا يدوا تمويلات لمنظمات المجتمع المدني في مصر. نعم. زي ما ضيف حضرتك الكريم الأستاذ أيمن قال إن القانون 84 سنة 2002 كان بينص على إن لازم ياخد موافقة وزارة التضامن علشان ياخد التمويل يستلمه اللي هو بيجي. كان حضرتك بعض المنظمات طبعا كانت بتاخد هذا التمويل دون موافقه وزاره التضامن. في حينها بقى في 2004 يا فندم كانت بتخش ازاي طب لما مفيش موافقه؟ لا يا فندم بتيجي عادي جدا حضرتك حساب جاي تحويل مالي اتاخد يعني ما يعني البنك المركزي ما بينورش عنده لومض ان في حاجه غلط
اقول لك الاليه بعدين افندم. البنك المركزي ما عندوش يعني اثوريتي او 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 قوه سلطه على ان هو يعرف الفلوس دي داخله فين. لا لا في في كان في سياده اللواء يا سياده اللواء في جمعيتين هنا امريكيتين، واحدة بتاعة الحزب الجمهوري وواحدة بتاع المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي، دول فلوسهم كانت بتيجي للسفارة وهم بيوزعوها هنا بالشنط. لا يا فندم وسيادتك بتيجي لا وغيرها كان في بيجي على حساباتنا وبناخدها. ده الأستاذ أيمن بيقول كان في على حساباتهم بتيجي. اه طبعا اللي بيحصل دلوقتي هقول لك الإجراء كان بيتم ازاي بعد الجهة الأمريكية الممولة إلى شركة أمريكية ومن شركة أمريكية إلى شركة أمريكية أخرى ومن شركة أمريكية أخرى إلى شركة أوروبية ومن شركة أوروبية بتدخل للمنظمات حاليا. أنا بس يعني بتكلم في نقط محددة. طبعا التعميم مرفوض، طبعا أنا ما بقولش إن كل المنظمات طبعا التعميم مرفوض، أنا بأيد سيادتك في ده. نسمعه بس تفضل يا فندم. ولكن في منظمات يا فندم حضرتك بداية هذا التمويل وليس دفاعا لا عن الرئيس مبارك ولا على النظام، هذا التمويل والإصلاح بدأ في أعقاب رفض الرئيس مبارك الذهاب إلى حرب العراق، وأنا عصرت هذه الفترة والكلام واضح جدا بدليل أن هناك دول أخرى ما عندهاش برلمانات خالص ولم يوجه إليها أي انتقاد، الحكام قعدوا 40 سنة ولم يوجه أي انتقاد، فالأمر كان واضحا تماما الغرض من التمويلات ومن الكلام. إزاحة مبارك إسقاط الدولة واضح جدا، يعني إزاحة مبارك وإسقاط الدولة المصرية، يعني الدولة المصرية إن شاء الله لن تسقط يا فندم إن شاء الله طبعا. إن شاء الله طبعا. أنا فندم بتكلم في نقط، هناك مجموعة من منظمات المجتمع المدني زي ما بيقول سيادة اللواء فاروق أخذت الفلوس في حساباتها الشخصية وهذا حدث، وفي نفس الوقت هناك منظمات ما بتطلعش تقرير ميزانية في آخر السنة يقول إن الفلوس اللي اتاخدت دي اتصرفت في كذا وكذا وكذا. نعم بالضبط. هناك منظمات أو تقارير وهمية، هناك منظمات حقوق إنسان يا فندم بتعمل تقارير بكرر تاني بتتبعت لبره ولا تنشر في مصر. ده تجسس يعني ده. طبعا. ده تجسس. ده تخابر للقانون تجسس. طبعا. ده حاليا بيجرى فندم. والله يا فندم ده لغايه امبارح ويكيليكس لما اتنشرت لغايه امبارح يا سياده اللواء اسمح لي بس ابقى اعلق بس لغايه امبارح. طب الاستاذ ايمن عايز يعلق على حاجه وحضرتك استكمل اتفضل يا استاذ ايمن. طيب يعني هو بالنسبه للتحويلات اللي كانت بتتم في الماضي كنا لما بيجي تمويل من جهه اجنبيه احنا بناخد جواب من وزاره التضامن الاجتماعي نروح نفتح بيه حساب في البنك. مش كل المنظمات يا فندم. مش كله. انت طيب. بتدافع منظمتك. لا انا بتكلم على المنظمات. أنا بقول لا 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 مش كله. انا بقول على بياخد على الاجراء اللي كان بياخد من حضرتك. انا ماليش دعوه باللي بياخد من طيب. تحت الترابيزه وبياخد لا اللي كان دي جهات امنيه اللي اتحقق فيها لا مش احنا. اللي كان بيروح ياخد من السفاره الامريكيه واللي كان بيروح ياخد من ال جمال عيد كان بياخد من السفاره الامريكيه طبعا وبياخد من اسمها ايه دي ليه وانا بفتح حساب وباخد برضو ده فيما يتعلق بالتمويل. فيما يتعلق بالتقارير هو برضو مهم ان احنا نكون بنوضح للمشاهدين ان اذا كانت التقارير الحقوقيه او التنمويه ترسل الى القنوات الشرعيه في الاليات الدوليه المعترف بيها زي ما بيحصل الان، يعني دلوقتي في حاجة اسمها الاستعراض الدوري الشامل والآيات الدولية، الحكومة المصرية بتقدم تقارير والمنظمات من حقها ان هي تقدم كمان تقارير، دي قناة شرعية وتقارير مش سرية، لكن إذا ثبت أن هناك منظمة ترسل تقارير إلى أي أجهزة أخرى أو لدول أو لأي كيان آخر غير القنوات الشرعية تسأل وتحاسب. يعني احنا مش ضد ده اللي هو لكن في قناتين ان في قنوات غير شرعيه في قنوات غير شرعيه يقينا في قنوات غير شرعيه. طب قولوا لنا زي مين يا جدعان عشان كل احنا قلنا من سياده اللواء ممدوح الامام ايه زي مين هو بيسال زي مين 84 يا فندم مش حاضر على منظمات المجتمع المدني العمل السياسي. نعم في منظمات ارسلت تقارير مراقبه انتخابات لوزارة الخارجية الأمريكية
زي مين؟ مين دول؟ الدكتور سعد الدين ابراهيم. طيب ماشي. هتقولوا لنا مين؟ السيد محمد انور السادات. يتدرب ناس رغم ان المنظمه منظمه مجتمع مدني. كان طيب. يدرب ناس على مراقبه الانتخابات. اذا التمويل هنا سياسي. نعم. لا تدريب ايه؟ لا على مراقبة الانتخابات. انا كنت بدرب على مراقبة الانتخابات، متابعة الانتخابات. انت كمان ومعايا تمويل، وكنت واخد موافقة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. لا ده اللجنة العليا ده شيء والامن القومي شيء. 2011 لا لحد 2014 و15 خريطة الطريق طبعا واللجنة الرئاسية. عشان انت تدين نفسك. ادين نفسي في ايه؟ ما هو الراجل بيقول قبل ما تدينوني دينوا الحكومة اللي وافقت لي. مين اللي وافق لك؟ دي اللجنه اللي وافقت لك. وهي اللجنه دي مين؟ دي لجنه قضائيه. اللجنه مش الحكومه. امال اللجنه دي مين؟ مين اللي معينها اللجنه؟ في امور تتعلق طلعوا تصاريح للناس ليه تتابع الانتخابات؟ اسمعني بس الاخر، اسمعني الاخر. متابعه الانتخابات. هل يا فندم الامن القومي لو 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 قلنا يا سياده اللواء سياده اللواء ممدوح بس سياده اللواء انا عايز الامن القومي متهيألي يلغي اي شيء من دول ولا ايه؟ لا بس انا عايز يعني برضو اقول ان منظمات المجتمع المدني من حقها التدريب مش متابعة الانتخابات. لا تدريب ده القانون إيه؟ اللي بيقول تدريب ايه؟ تدريب متابعة الانتخابات. لا لا مين لا متابعة الانتخابات. هتابع الناس تتابع اللي هم ثلاث ساعات كل دول العالم واخدناها من امريكا وماشيين على نظامها. انما ان انا اعمل قاعدة واجيب ناس وادربهم واقول له دي تتعمل كذا وتهتف تقول كذا وتعمل لا طبعا. ما هي لا دي تفاعل. لا متابعة الانتخابات ده امر مختلف. لا متابعة الانتخابات حاجة والانتخابات حاجة عشان هم بلخبطوا في الموضوع. لا لا متابعة الانتخابات بالتدريب اسم بس فقط، انما الفعل غير الاسم. يعني هو يقصد انتوا ليكم الحق في التدريب فعلا، لان بس ده كلام اللي هو ممدوح بيقول. لا بيقول ملوش حق لا التدريب. لا ليه حق في التدريب كده يا سيادة اللواء؟ سيادة اللواء لكن هم للاسف بيتابعوا اشياء اخرى. المنظمات وفقا للقانون محظور عليها العمل السياسي صح. لكن التدريب لا لا ماليش دعوه بالتدريب. انا بقول لسيادتك يعني محظور عليكم العمل السياسي ده. دي حقيقه الماده 11 بتقول كده طبعا. نعم مراقبه الانتخابات يا فندم ده عمل سياسي. لا لا يا سياده اللواء، لان اللجنه قبل ما بتدينا تصاريح لمتابعه، وحتى هم لغوا كلمه مراقبه، قال لك لمتابعه، قال لك تجيب لي جواب من وزاره التضامن الاجتماعي انك انت من ضمن انشطتك المعترف بيها هو متابعه الانتخابات، وبناخد تصاريح من اللجنه، وبنلتزم ان احنا بنبعت تقاريرنا فور انتهاء الانتخابات للجنه العليا المشرفه على الانتخابات، وده اللي احنا بنعمله. اذا كان هناك منظمات اخرى لا تتبع هذه الاجراءات تسال. لا هو الموضوع فيه لبس. هم بياخدوا هم ليهم الحق فيها. طب خلينا بس نسمع الراجل بيقول ايه. بتقول يا فندم انا بقى كلامي واضح واللفظ بتاعي دقيق. انا بقول مراقبه وهذا ليس من عملها. وبعدين المنظمات دي حضرتك لما تراقب تبعت التقارير للخارج. انتوا بتبعتوا التقارير دي للخارج؟ اول التزام علينا ان يرسل التقرير في خلال 15 يوم بعد انتهاء الانتخابات الى اللجنه العليا المشرفه على الانتخابات. ده اللي احنا بنبعته وبننشره للراي العام. هو انا عايز اسال سؤال بس يا سياده اللواء بعد اذن حضرتك. من انتم كي تراقبوا على الانتخابات؟ احنا منظمه. لا منظمه مين يا راجل؟ منظمه حقوقيه الدوله المصريه. لا انا مالي الدوله المصريه خالص. امال ليه مالكم بالدوله المصريه؟ ما تزعلش مني بقى. طب قولوا للدوله تقفل المنظمات استنى بس تلغي التمويل. مين 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 معليك؟ انا اسف يعني حضرتك على راسي من فوق وضيفي ربنا بس خلي. مين انت عشان تراقب على الانتخابات يعني؟ حضرتك احنا منظمة. يبقى في خلل في القانون، في خلل في الدستور. طب غيروا القانون يا جدعان، تقدروا تغيروا بلجنة ال 50؟ غيروه بلجنة ال 50 ب 60، غيروه زي ما تغيروه. فين الدولة؟ يا فندم بعد إذن حضرتك من هم علشان يعني مين جمال عيد عشان يبقى بيراقب على الانتخابات؟ أنا مش بتكلم على أشخاص، أنا بتكلم أنا بتكلم بصراحة على أشخاص. خلينا نتكلم إن مؤسسات المجتمع المدني، معلش عشان برضو يعني عشان ما يبقاش بس الكلام يؤخذ علينا، مؤسسات المجتمع المدني شريك في الوطن وشريك في التنمية. في فرق بقى بين انت تستخدمها ضد الوطن، دول اللي لازم يتحاسبوا. لكن 80% بيستخدموها ضد الوطن خلاص يبقى اتحاسبوا. ان شاء الله يكون 99% ان شاء الله يكونوا كلهم. انت بتاخد تمويل؟ والله باخد تمويل. بتاخد تمويل؟ باخد تمويل. مشبوه ولا مش مشبوه التمويل؟ طبعا مش مشبوه. انا عندي موافقه من وزيره التضامن الاجتماعي. خد 571 في ضربه واحده ده في 2012 وايام حكم الاخوان. واخر اخر اخر دفعه اخر تمويل 300,000 يورو ده من الاتحاد الاوروبي وبرضه موافقه الدوله المصريه عشان تعمل بيه ايه؟ ده مشروع اسمه الاستعراض الدوري الشامل.
يعني ايه الاستعراض الدولي يعني ايه حضرتك الاستعراض الدولي؟ دي المشكله ان احنا بنعمل توعيه. دي اليه من اليات الامم المتحده انشئت سنه 2006 بتخضع عليها كل دول العالم. ايه هي بمقتضاها بيتم مراجعه يا بيه كلمنا عربي كده مصري حلو كده في مصر حلو كل مصر. دول العالم تروح تقعد في جنيف في مجلس اسمه مجلس حقوق الانسان كل دوله بتعرض عشان كده بيسموه استعراض لا مش تشتم كل دوله بتعرض اوضاع حقوق الانسان لديها وهذه الاليه ليست لمحاسبه الحكومات ولكنها لمعاونه ومساعده طب ممكن الحكومات في الوفاء بالتزاماتها. اسالك سؤال اتفضل سؤال عالمي بقى عالمي هو حقوق الانسان ده ما بيجيش الا بس في السجون والداخليه واللي طب فين حقوق الانسان في القريه اللي مش وصل لها ميه طبعا فين حقوق قريتوا تقارير هل قريتوا تقارير المشردين احنا مثلا على سبيل المثال في تقاريرنا وفي شغلنا بنشتغل على 25 حق هي إيه؟ وبنقول دايما حقوق الانسان ليست الحقوق المدنيه والسياسيه هناك حقوق اقتصاديه واجتماعيه اشتغلنا على الصف حقوق الانسان فين انك تعمل ملعب كوره تحت كوبري الدائري حتى اللي دي انه يلعب مين قال الانسان احنا عندنا دور الايتام والتردد الشديد عندك جمعيات شغاله ما عندك جمعيه الاورمان وغيرها شغاله على دور الايتام ما فيش الا الاورمان على فكره اللي مشهوره في جمعيات ثانيه وفي برضه واحده ثانيه مدير الدار بتعذب الناس انتوا عايزين يعني منظمه واحده تشتغل في كل حاجه انتوا ايمن ليه بتقول لنا انتوا ما احنا ما قلنالكش انت ليه بتقول لنا انتوا انت عمال تقول لي انت لا ما اقصدش ليه حطيتنا في فريق وانت في فريق ما دي ده طبيعه الحلقه انا اللي باخد التمويل وانتوا اللي ضد التمويل لا احنا ضد التمويل احنا ضد التمويل احنا ضد التمويل الاجنبي على فكره لو فتحنا التليفونات مفيش حد هتلاقيه مع التمويل لا انت اقول لك حاجه مش مهم زعلانين من القانون ليه هو نزله صح نزله تحت إيه؟ التمويل اللي يعني انتوا زعلانين من القانون وزير الخارجيه البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته لمصر عقد اجتماع مع عدد من الحقوقيين في مقر السفاره البريطانيه من بينهم محمد زارع متهم في القضيه 173 واتكلموا عن تطورات الاوضاع في سيناء ووصفها بانها جرائم طائفيه ضد الاقباط المصريين في العريش. حضرتك لا انا حضرتك متابعة الواقعة من اول ثانية وصل فيها الاقباط للاسماعيلية وصنفناها انها مش طائفية نهائي الارهاب عامم على الكل والمسلمين اللي ترحلوا واللي تهجروا في 38 اسره كمان مسيحيه لا ما فيش هجر ما تهجروش توضيح لفظ التهجير لفظ ظالم للدوله لا ما لان التهجير يعني الدوله اللي هجرتهم او قالت امشوا انما دي ناس خافت وحصل لها رعب داخلي اما قولي او سمعي فنتيجه هذا الرعب قاموا بترك منازلهم برغبتهم ولا يمكن خوفا على مصالحهم ولا يستطيع لا وزير ولا غفير يقول لهم اطلعوا لا من ديوركم ولا اطلعوا. طب خليني بس عشان سياده اللواء ممدوح الامام اللي معانا على التليفون. سياده اللواء نقطه في الختام حضرتك منظمات كتير من حقوق الانسان لما حصل تضييق على جزئيه التمويلات يعني طبعا انا مش عارف ضيفك الكريم كل الكلام اللي بياخده على مؤسسه بتاعته هو شخصيا ليه. انا بتكلم كلام عام وفي اول كلامي قلت التعميم مش وارد. طبعا النقطه يا فندم ان بنجد لما اتكشفت تمويلات مؤسسه المجتمع المفتوح للسيد جورج سورس اللي كان الغرض منها توجيه الاعلام المصري عن طريق ان هو يعمل الراديو الخاص راديو حريتنا والمواقع الاخبارية على النت لقينا كل المسؤولين عن هذه المواقع هم بتوع حقوق الانسان السيد جمال عيد والسيد بهاء الدين حسن هم هي كلمة حقوق انسان ليه بقت واخدة كده زي ما تكون ضابط في امن الدولة يعني حاجة مهمة قوي حقوق الانسان ولا لها ايه يعني ايه اهمية واحد شغال في حقوق الانسان معلش عفوا هو حاجة كويسة وكل حاجة ايه حصنته يعني بتضحك انت عجبك دي ايه حصانة واحد يقول لك انا حقوق انسان انا بشوف واد محامي كده مش عايز اقول اسمه يعني بيطلع معاه الابراشي دايما يتكلم عنه حقوق الانسان كما لو كان هو يعني من رئيس مباحث امن الدوله اللي ايه حقوق الانسان اللي يعني. عامل شعره ده الحصان ده الواد اللي لا هو قلب على الكوافير شويه كده يعني عامل كده عامل ده الحصان من ورا عارفه انت بتقبض عليه كل يومين كده يقول لك بنتي وبتاع والجو ده ايه 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 حصانة كلمة حقوق الانسان ولا اي حصانة لا حضرتك حصانة كنائبة لا كلجنة
بقى لجنة حقوق الإنسان. لا يا فندم، حقوق الإنسان حصانتها إن أنت بتحترم كل حقوق الإنسان. ما كلنا الإنسان بنحترم اقتصادية. حقوق الإنسان. ما عشان بس خليها بس توضح وجهة نظر. وسياسية واجتماعية. بس إحنا بناخدها للأسف الشديد زي ما الغرب بياخدها، بناخدها كوائد ضغط على الدولة. هو ده اللي انا قصدي عليه. هو ده اللي قصدي عليه، لكن طبعا حقوق الانسان نحن نحترم حقوق الانسان في كل المجالات. انا عايز، لكن مش معناها ان انا اضغط على الدوله يبقى في ازدواجيه في المعايير. طب انا عشان عايز اخرج للفصل بس عايز اقول حاجه صغيره قبل ما اخرج للفصل. ده رصيف وعليه مظاهرات في امريكا، بلد حقوق الانسان والحريات والديمقراطيات حاجات كده قوي دي. لو نزلت من على هذا الرصيف برجل واحده بس، برجلك من غير ما تعمل حاجه، خطيك كده هضربك بالنار، فينزل فيتضرب بالنار. هنا في محمد محمود، ما اعرفش انت رحت محمد محمود ولا ما رحتش، الكوره كانوا بيلعبوا بيها وهم رايحين يهاجموا وزاره الداخليه. يعني الموضوع كله محمد محمود ده الناس راحت تهاجم وزاره الداخليه. فلما وزاره الداخليه تتصدى ليهم يقولوا اللي ماتوا شهداء، ما علينا من ده. بيلعبوا كوره فالكوره تقع جوه مجلس الشعب او مجلس النواب حاليا. فينط جوه مجلس النواب علشان يجيبوا الكوره. ده ما اسمهاش استكمالا استكمالا لكلامك، اسمها قله ادب وبجاحه، استكمالا لكلامك وسخافه يا استاذ سامر. استكمالا لكلامك، انا عملت مظاهره في جنيف في سنه 2015. انت كمان وصلت انك بتروح جنيف تعمل مظاهرات ضد الاخوان المسلمين، وده موجود على صفحتنا، موجود في تقاريرنا. لما جينا قدمنا عشان ناخد تصريح من الحكومه، اولا اطلعوا على كل الحاجات اللي هنعلقها الصور، ولو كنت هتعرض فيديوهات يعني، ونص الصور والفيديوهات منعوها من هي تعرض لان كان فيها مناظر دم. كنا بنتكلم عن العنف والارهاب اللي مرسله جماعه الاخوان. حلو ماشي، وحددوا لنا مكان كده ولمده ساعتين عند يعني الكرسي المكسور، هايد بارك كده. ماشي بالزبط. ومحدش يخطيه واحنا واقفين والشرطه واقفه، والتزمنا بده. احنا ما عندناش مشكله خالص يعني كده ان يكون هناك قانون ينظم حق التظاهر، واحنا عندنا ومن يخالف هذا القانون. وهذا القانون ما للاسف الشديد بيقولوا عليه قانون التظاهر. هو اسمه قانون الحق في تنظيم التظاهر. سياده النائبه، قانون تنظيم، هسالك سؤال فكر فيه عشان هخرج لفاصل. ماشي. ايه رايك في التظاهر وعربيه الشرطه معديه على كوبري قصر النيل والمولوتوف بيترمي جوه عربيه الشرطه فيحترق الجنود؟ ماشي، افكر فيه في الفاصل. فكر فيه فاصل ونعود. انا بلتزم. انت اسئله كثيره للغايه الناس عايزه تسالها. من اين لك هذا؟ اللي هو فاروق المقرحي بيقول من اين لك هذا؟ ثقافتنا وتراثنا فاكره ان ده للموظف. ما هو للموظف، من اين لك هذا؟ لكن انا عايز اعمل قانون بقى مش للموظف، للمواطن. وده اللي ما عرفتش اعمله وانا نائب، وكنت مصر لو دخلت الدوره دي ما نطالع من القاعه الا لما يكون هناك قانون من اين لك هذا للمواطن. دلوقتي الناس ده في دلوقتي، انتوا مش شايفين البلد، انا شايف البلد بعينيا دلوقتي. اللي بتبص تلاقي كان اول امبارح لابس جزمه مقطعه وبنطلون بسمكه، دلوقتي راكب عربيه مرسيدس وعنده 200 فدان وعنده معرض عربيات وعنده وبقى عضو برلمان. وبقى عضو برلمان مش ناشط حقوق يعني. وناشط حقوق. ما هو اساسا اين لك هذا؟ هذا من فضل ربي. لا من اين لك هذا؟ يعني اشمعنى انت؟ يعني لا، ده النشط النهارده اهم من نجوم السينما طبعا. ناشط في كل شيء اسمه كده الا شيء واحد. المهم من اين لك هذا؟ يعني انت عرفت ازاي تخلي الجماعه دول يمولوك؟ حلو، ده سؤال مهم جدا. اولا كل الجهات المانحه ايا كانت طبيعتها دي بتبقى في مواقع كده للجهات المانحه، يعني في شروط الاعلان طبعا، في شروط ليكم، شروط لينا وليهم. انك مثلا ما تبقاش تبقى ثوري؟ لا 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 بالعكس، لان في منظمات تنمويه ضد الجيش وبتشتغل. لا طبعا، انك تكون ضد الشرطه يعني ده ما بيحصلش الا لو كانت جهات منحه اساسا هي غير شرعيه ولها توجهات سياسيه. لكن في، وانا شرفني اللي انت بتقوله ده شرعي ولا مش شرعي؟ انا ممكن اتعامل مع جهه غير شرعيه، لكن انا لو تعاملت معاها في النور وفي العلن وقدمت للدوله اللي هي وزاره التضامن اللي هي بتبعت ورقنا كله لأمن وطني ومخابرات عامة وكل الجهات الأمنية
وعشان كده يعني جمال عيد راح المخابرات العامة والمخابرات الحربية. حضرتك جمال عيد مش هو المجتمع المدني، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، جمال عيد ليس منظمة أهلية خاضعة لقانون 84، دي عبارة عن شركة محاماة، وبالتالي هو لما بيحصل على تمويلات وكل الشركات كده. واسمح لي بس لو في دقيقتين أوضح النقطة دي، ان انا عندي اشكال كتيره زي ما قلنا، في شركات محاماه، شركات مدنيه غير هادفه للربح، شركات تضامن، دول لما بيحصلوا على تمويلات من جهات اجنبيه وعندهم ارقام حسابات في البنك، الفلوس بتخش مباشره على حسابه البنكي، يقدر تاني يوم يسحب من هذا الحساب البنكي ويشتغل، لانه انت عليك مراقبه بقى. احنا وزاره التضامن قبل ما افتح حساب اقدم طلب للبنك مختوم بختم النسر من الوزاره، تدخل الفلوس البنك، ما اقدرش اسحب منها جنيه، ده مؤخرا عملوه، لكن قبل كده كنت تقدر تسحب من غير موافقه. لكن بتتحاكم. دلوقتي قال لك كمان السحب لازم تقدم جواب تاني للبنك من وزاره التضامن تقول احنا موافقين ان هو يسحب من هذا الحساب، والحسابات دي كلها البنك المركزي دلوقتي بيراقب عليها، كل جنيه وكل دولار حتى التحويل. دلوقتي امر أيوة. يا بيه ما حدث في يناير ما كانش فيه فلوس منظمات مجتمع مدني زي اللي حضرتك فيها؟ المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري. يعني اسراء عبد الفتاح خدت فلوس ولا ما خدتش فلوس؟ خدت فعلا؟ امال ايه؟ وهي من رموز الثوره. امال ايه؟ من رموز وجيده. وراحت جابت فلوس من بره كمان. دي كانت مرحله سمعنا ان فلوس دخلت، سمعنا ان فلوس دخلت كاش ايام ثوره الفاتح 25 يناير. احداث ايام ثوره الفاتح في 25 يناير احداث. والله دستورنا للاسف للاسف ليه هي هي بس هي لم تكن ماله دستورنا استنى بينص على 25 لا استني بس استنى. مش عاجبكم بقى لو سمحت حضرتك يا بيه لا اله الا الله محمد رسول الله انا ما عنديش الا سيدنا محمد اوعى تدخلني في السكه دي ده قديم الدستور لا قديم واقلع لك السماعه في ثانيه يعني اللي عمل المقدمه بتاعه الدستور مات مين اللي عملها شعر سيد حجاب الدباجه الدباجه المقدمه دي وبعدين اللي بيقول لك بقى ان المقدمه جزء مكمل من الدستور ولا مكمل ولا حاجه انما اللي خمسة كان استاذ مرتضى منصور وقف قال مش حال مش هقول 25 يناير كانت غضبه ضد الشرطه مهد لها ثوره وفيها اخوان ايوه انا بقول لك كانت غضبه ضد الشرطه مهد لها المواقع الحقوقية خلال الخمس سنوات السابقة غضبة ضد الشرطة يوم 25 يناير كانت الشرطة بتقدم للمتظاهرين ورد في ميدان التحرير انتم ارجعوا للفيديوهات اللي موجودة وللشرايط اللي موجودة اللي حصل ان يوم 27 يناير في السويس بالليل الاخوان رايحين يخشوا اسم الاربعين فدخلوا على معرض عربيات فصاحب المعرض ضربهم هو واولاده ودي قضيه معروفه فصبحوا يوم 28 يناير الاخوان الارهابيين والسلفيين الارهابيين اللي كانوا موجودين ومعاهم 6 ابريل واشتراكيين ثوريين الارهابيين وكل المجموعات دي والطابور الخامس في ميدان التحرير عملوا هذا الكلام مختلف انما تقولوا لي لا ما هو التمويل راح فين هو ده مش مختلف لا هو التمويل ما راحش للثوره لا راح لهم ما هم اللي عملوها كل التمويل راح للثوره يا ريس كل التمويل راح هسألك بشكل تاني هو خالد سعيد ده ايه هي موقع خالد سعيد ده ايه لا مش كانوا اخواني يعني مش عايزين نظلم حتى لا الشباب انا ما نظلم اللي نزلوا 25 يناير لا 25 يناير لا كلها كانت لا 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 ولا كده كانت لا لا عشان بس ما نخشش في 70% من الكلام مأجور وممول ماشي قول لي حتى 90% لكن في ناس شرفاء ايوه اللي قاد العمليه ونزل للشارع اساسا الممول وفيه ناس بطبيعتها نزلت لما كانوا بيجروا في الشارع ويقول لك انزل انزل يا سياده اللواء وهم ماشيين انتوا نسيتم احنا بقى كنا قاعدين وشايفين يا سياده اللواء احنا ليه دلوقتي جرجرنا 25 يناير 25 يناير بالتاكيد في ليها وما عليها يعني 25 يناير ثوره
مش 25 يناير، 28 يناير بقى قولي بقى. ماشي سموها زي ما تسموها. قولي من 25 يناير كانت بتطالب بإقالة الوزير حبيب العدلي. بس 28 يناير ارتفع سقف المطالب وقلنا نشيل حسني مبارك. ثورة يناير لما نزلوا كانوا نازلين عايزين يقتلوا حبيب العدلي. يبقى أنت بتتكلم على 25 يناير. وأحمد عز قوي لما طلعوا قوي، لكن 28 يناير اقتحمنا سجون وفتحنا. ما علينا مش ده موضوعنا. 25 يناير ما هو التسجيلات دي مين اللي طلعها يا ستي؟ اللي طلعها الاخوان الارهابيين حبيب العدلي وما حدث في 2010 من انتخابات. خلاص ده مقتنعين. خلينا نقفل على نقفل على الموضوع ده عشان نكمل حلقتنا. التمويل 90% منه مسيس، معايا ولا مش معايا؟ 90% ما اقدرش اقول نسبه، لكن اقدر اقول ان هناك تمويل اجنبي مسيس، لكن ما اقدرش احدد نسبة. لا نسبة عالية جدا ممكن يعني تبقى عالية، ما اقدرش احدد نسبة. لو لم يكن مسيس لماذا القضية 173 والقضية 250؟ ما هو مش كل من حصلوا على تمويل دخل في القضية 173، يبقى اذا في ناس خدت تمويل. ما انا قلت 90%. طيب بس الاغلب كم متهم كم متهم في القضية؟ كانوا متهمين في القضية بدليل ان حضرتك قلت ان انت بريء وتم التحقيق معك. كانوا 159 منظمة اول حاجة، دلوقتي وصلوا 42، دلوقتي هيصفصفوا على حاجة و20، يعني اذا مش 90%. لا ما هو خلي بالك ان برضو 56 منظمه لا التحايل. كام منظمه دلوقتي اللي بيتحقق معاهم؟ ما يعملوش 8 او 9. لا ليه؟ ما هو بالدور ماشي. بالدور احنا لسه التحايل. ممكن القضاء يقول كلمته ويبرئ الناس ان شاء الله. ان شاء الله القضاء هيقول كلمته. بس معلش هو في ملعب القضاء. هو في ملعب القضاء. جالي دلوقتي حالا ان المستشار احمد العراقي مدير مركز المعلومات بالنيابه الاداريه تابع ملف بيت العيله، تقرير بيت العيله اللي زعناه في فقره الانترو، وهو قرر تحويل كافه المخطئين الى التحقيق، وسوف يتوجه غدا بنفسه الى بيت العيله، وهو معنا حاليا على التليفون. مساء الخير سياده المستشار. مساء النور يا فندم، بس انا احب اوضح حاجه ان تم رصد التحقيق بالفعل. نعم. حال الواقع للتحقيق صار علي رزق رئيس هيئه النيابه الاداريه. أيوة هو اللي حال على التحقيق، وان سوف يتم تحديد المسؤوليات في ضوء ما يسر عن الفحص، وانه يعني ان شاء الله بدون مقاطعه نوفيكم بما يتم في هذا الملف. احنا بنشكر سيادتك جدا، وبنشكر سياده المستشار علي رزق على اهتمامكم بالتقرير، واحنا هدفنا واحد وهو خدمة المواطن والوقوف ضد الظلم وما هو ضد القانون. شكرا جزيلا سيادة المستشار احمد العراقي مدير مركز المعلومات بالنيابة الادارية، واحنا هنتابع معاكم، وبكرة نبعت لسيادتك كاميرا بما ان حضرتك رايح، احنا هنبعت لك كاميرا، فارجو سيادتك بس تتكلم مع الكنترول، هما هنحولك عليه دلوقتي علشان ننسق على الميعاد امتى نبعت مع حضرتك الكاميرا. شكرا جزيلا. نكمل كلامنا، التمويل مسيس ولا مش مسيس؟ قال لك ان في جزء كبير، وسياده النائبه طبعا اقرب بده، جزء كبير منه مسيس في اغلبه، في اغلبه الاغلب الاعم مسيس. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو انا هو في حد بيدي حد حاجه ببلاش؟ لا هو في ايه؟ ليه ميركل؟ ليه ميركل؟ ما هو ليه ده القرار 26 على 26؟ ليه ميركل تيجي تقعد يعني اشمعنى ميركل تقعد مع الجماعه دول؟ انا زعلان منها على فكره. وزير خارجيه البريطاني ما قعدتش معانا ليه طيب؟ والعاشر في يعني ليه الحاجات دي؟ ما الحاجات دي ما انا منظمه حقوقيه برضه، ليه ما قعدتش معايا؟ يا سيدي انت مالك؟ انت واخد كل حاجه على نفسك ليه؟ وانا زعلان بالفيس اللي انت ضربه ده، قلت لي بلاش صدري والله عاجبني او هاخده يعني. انا مش فاهم، ما تاخدش حاجه على نفسك، تقعد مع الاستاذ لطفي والاستاذ جمال عيد ويقول لك اصل احنا قعدنا معاه ده هو منزل بيان، يا ريت نحطه تاني. وذوق الجاكيت انجليزي. لا فعلا ده ممكن، ده انت ممكن تعمل لك قضيه لوحدك تعميل انجليزي. يعني احنا عايزين نفهم ليه ميركل تقعد معاهم؟ ليه؟ ليه تقعد مع ناس بتسيء للجيش؟ هل هم اللي بيختاروا؟ طب هل طب ممكن يبقى هم مثلا لو قلنا هم دول وحشين بيحطوا واحد زي حضرتك كده ما يتجابش في القضيه 173 او ما يتجابش في اجتماع ميركل او على اساس ان انت نشاطك نشاط سليم، الدوله ما شافتش عليك حاجه ولذلك ما حدش طلبك لحاجه، هم طلبوك للتحقيق 6 ايام روحوك، فتبقى انت واجهه لحاجات تانية اهو على الهواء مباشره ما تم كتابه. طب قول لي كده اجتماع 6 مارس اللي كان في سويسرا بتاع زارع، قول لي على الاجتماع اللي الزارع اللي بيشيل الجيش الدولة. احمد سميح. طب ايه ده يعني؟ دول مش حقوقيين؟ حقوقيين. واحد قاعد في استولونيا والتاني قاعد في جنيف
وقاعدين يتكلموا على مصر هناك، ده هربان وده هربان، لا وده باع وده باع ممتلكاته وده باع ممتلكاته وصفوا وقعدوا بره. طب ممكن اوضح نقطه بخصوص الاجتماعات اللي بتتم في جنيف الان؟ حاليا في جنيف حاجه اسمها الدوره 34. ليه والاجتماع بتاع يوم 3 مارس. في دوره اسمها الدوره 34 لمجلس حقوق الانسان، دي ضمن الاليه اللي انا كنت بتكلم عنها اللي هي الاستعراض الدوري الشامل. في هذا الاجتماع في الشهر ده بتيجي دول تعرض اوضاع حقوق الانسان، وبيتعمل حاجه اسمها سايت ايفنت. سايت ايفنت يعني ندوه موازيه للدوره. في 200 منظمه على مستوى العالم طلبوا ان هم يعقدوا ندوات، منهم منظمتي والتحالف اللي انا عامله، وعندي ندوه يوم 23 مارس هنتكلم فيها. وفي منظمات تانية عملت ده، فمنها مثلا منظمات كانت في 3 مارس و6 مارس، وفي تاني اجتماعات بيعرضوا اوضاع حقوق الانسان المرتبطه بمصر او باي دوله في العالم. ده اللي بيحصل. هذه الاليه في حد ذاتها هي اليه شرعيه واليه، بس لما تكون متكونه من كذب. طب اكمل كل اللي كذبوا وكل اللي قالوه للناس كذب، كلها اكمل وجهه نظري، كلها كذب. ما اتكلمتش عن المضمون. لسه ما اتكلمتش عن المضمون. لما يقول لي المعتقلين هو مصر فيها اعتقالات، اكمل كلامي عشان المعلومه توصل للمشاهد ولحضراتكم. هنا الاجراء في حد ذاته اجراء قانوني وشرعي. البعثه المصريه في جنيف اللي هي البعثه اللي المفروض هي بتمثل الحكومه عارفه بكل هذه المواعيد. يعني اذا كان في منظمه من المنظمات قالت معلومات خاطئه وقالت معلومات مفبركه، تقدر البعثه المصريه ترد زي ما وزير الخارجيه رد على التقرير اللي صدر. للاسف الشديد ان عند الغرب ان المؤسسات دي مصدقه والبعثة الحكومية مش مصدقة. حقوق الإنسان وبالتالي مسيسة مصر في شكل حقوق الإنسان مسيسة. ايه دليلي على انه مسيس؟ اسمها حقوق الإنسان والإنسان من الإنسانية مش من نقابة الصحفيين. يعني حقوق الإنسان ليه بتدافع عن نقيب الصحفيين؟ هو نقيب الصحفيين فعلاش يدافع عن نفسه معليك مثلا؟ يعني فهمني، ده موقف مفتعل. حقوق الانسان تقول لك اضطهاد الاقباط، مش حضرتك اضطهاد الاقباط في مصر وحادث ديني وطائفي. هي مش خالد البلشي؟ مش ميركل قبل خالد البلشي؟ انت قلت لي خالد البلشي، انا عندي الاسم ده هنا في حاجه، عندي الاسم ده هنا في حاجه. مقابله ميركل دي الشقق اللي خدوها. خدوها فين؟ في طبعا النقابه، منهم الاستاذ عبد العظيم محمد ابراهيم قلاش شقيق الاستاذ يحيى قلاش، ومنهم الاستاذ عبد النبي رزق حرم الاستاذ محمد رمضان. يعني مش موضوعنا، بس انا يعني على سيره الحاجات دي موجوده هنا المخصصات اللي واخدينها. يعني سيبك منها، مش هي دي القضيه يعني نتكلم عليها في حلقه ده من ضمن القضيه. لا انا بس عايز اسال سؤال. ده من ضمن القضيه. لو انت واخد تمويل لمراقبه الانتخابات، طب عايزين نعمل قضيه اسمها فساد التمويل الاجنبي. بس مش عارف كابتن نائبه يا فندم، فساد التمويل الاجنبي نعمل، دي قضيه مهمه جدا نعمل. طب والاجهزه الرقابيه تقدر تعملها. طب ندي فرصه للجندر اللي في المكان ده من حقوق الانسان يعني. ده النهارده عيد المراه يعني. لو النهارده في مشاهدين عاوزين يشاركوا معانا، وهاخد كلام من سياده النائب عشان هم عمالين يقولوا في وداني التليفونات هتقطع. معايا سعود من القاهره. سعود ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا استاذ سعود. من حقوق الانسان ان انا ما اقعدش كمان ساعه على التليفون. مظبوط والله، صح. عند حضرتك حق. ولا ايه رايك؟ لا صح يا فندم، حقك عليا. لا انا اسفين هو عشان كده يعني انا حقوق الانسان الوحيده. ايوه فندم. اولا البرنامج بتاعكم بتشاف على مستوى الجمهورية، الحمد لله. وبعدين طبعا انتوا داخلين في كل البيوت وكل واحد في هذه المشاهدة لعقله بيميز وبيشاهد وبيفرق بين المناقشات وبعضها. اولا انتوا بتتناولوا موضوع حقوق الانسان. حقوق الانسان لا عيب عليه مطلقا، ولكن العيب في التطبيق اذا كان هناك عيب في التطبيق. نعم. انما انا لاحظت حاجه معينه، ان الكل بيهاجم حاجه اسمها حقوق انسان، وكان لا يوجد انسان ليس له حقوق. وفي الوقت نفسه ان انتوا فاتحين في كذا مجال ومهاجمين كل الناس، يعني سواء 6 ابريل، سواء اخوان، سواء سلفيين، سواء كل البلد،
متهاجمه وحقوق الانسان متهاجمه. احنا ما هاجمناش الدوله يا فندم. لا احنا ما بنهاجمش حقوق الانسان يا فندم. ما بنهاجمش مصر ولا بنهاجم الدوله. شكرا استاذ مصر ولا المصريين. استاذ سعود نقطه حضرتك وضحت. شكرا جزيلا. سلوى من الجيزه. بنهاجم المنحرفين. سلوى من الجيزه. لا نبقى بنحارب هو. ايوه يا فندم. الو الو مساء الخير يا استاذ تامر. قعدنا ساعه على التليفون. معلش حقك عليا انا اسف. لا ولا يهمك. اولا الحمد لله على سلامه الرئيس السابق حسني مبارك. انا بوجه له التحيه وبقول له الحمد لله على سلامتك واحنا بنحبك يا سياده الرئيس السابق. الحمد لله. ثانيا احنا الشعب، احنا الجيش، احنا الشرطه، مش انتوا الاربعه. احنا اللي نقول ان ثوره 25 يناير 25 كوارث مؤامره على الجيش والشرطه وعلى الشعب. وكل واحد يلتزم ويقعد مكانه. هو حق. وكل واحد ياخد جنيه من اي حته ايا كان عميل وخاين، ويجب رغم الرصاص. عميل وخاين. صلى على النبي يا مدام سلمى. عميل وخاين. عميل وخاين. عميل وخاين. عميل وخاين. لا 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 عاجبك اللي انت عامله فينا؟ كل واحد خد جنيه. دي مشاعرها من طبعا. من التمويل الاجنبي عميل وخاين. ده مشاعرها طبعا. طيب. طيب يعني في مين معانا؟ لا هي دي الاستاذه سلوى مش الشعب على فكره. انا من الشعب على فكره. لا. انا مواطن مصري. لا انت مستفيد مصر. ومستفيد كلنا مستفيدين يا ست اللواء. لا انت مستفيد مصر. ولا نائبه عن الشعب. ما هي نائبه وبتاخد بدلات لحضور الجلسات مستفيده برضه. وحضرتك كنت في الداخليه وبتاخد مرتب من الداخليه. انت مش عايزنا ناخد مرتب. وحضرتك بتاخد فلوس من الداخليه ولا ببلاش؟ انت مش عايزنا ناخد مرتب. مرتب مقابل عمل. وانا بعمل باخد. لا انت بتاخد مقابل ولا حاجه. مقابل ولا حاجه. لا انا عايز بس منتهى مقابل الفيست. لا لا طبعا. استاذ ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا وسهلا. انا سعيد ان انا بكلمك لان انت حد غالي عليا وحد وحد عزيز عليا جدا جدا. اشكرك. استاذي فاضل. استاذي فاضل اللي بيحامي المجتمع المدني. ايه؟ قول لي يا فندم. قول لي يا فندم انت بتاخد كام؟ انت بتاخد كام؟ وانت اعز الباشا. انت اعز الباشا بيقول. الحمد لله. قول لي يا فندم. قول لي يا فندم حرام عليكم تعبتونا. حرام عليكم. حرام عليكم. كفايه كده. كفايه كده ما يرضاش ربنا. حرام عليكم. احنا الشعب المصري غلابه. احنا الشعب المصري تعبان جدا. حرام عليكم. سيبونا بقى اصحابنا بقى يا جدعان. بقى يا جدعان. شكرا جزيلا استاذ ابراهيم. بس هو برضه انا عايز اوضح ان الاستاذ ايمن مشكورا جاي، مش هو الممثل بتاع، يعني مش هو اللي الراجل خد التمويلات كلها. هو عنده منظمه وغير مطلوب في قضايا الى الان. لما الى الان غير مطلوب في قضايا. المبلغ 300 كام؟ 75 يعني كل شيء جايز. 300000 يورو بس يا فندم. 300000 بموافقه وزيره التضامن وبياخد البعض على الرقابه. عايزين ايه؟ واللي قبلها نص مليون يورو يا فندم. خدت 10 مليون فلوسي. وفلوس المؤسسه تحت اعين الاجهزه الرقابيه في مصر. لو انت طلبت من المؤسسه دي ان انت هتعمل مبنى على غرار الملاجئ لاطفال الشوارع. أيوة. في الجيزه. حقوق الانسان اهي. مبنى على غرار الملاجئ، الدوله تخصص لك ارض. يا سياده محافظ الجيزه، يا وزير التنميه المحليه، يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصصوا له ارض في الصحراوي. وخدت العيال اللي في الجيزه بس، اللي مرميه في الاشارات، اللي بتشم كلها، اللي تحت الكباري، اللي طالع، مش عايز اقول طالع ايه، طالع عين ابوها. وخدتهم علمتهم مزيكا وعلمتهم حرف واكلتهم وشربتهم بالتمويل الاجنبي. مش هيبقى احسن بكتير من مشاريع تانية حضرتك عملتها؟ لا قول هي اه او لا. لا طبعا مش احسن. طبعا مش احسن. ليه افتني بايه كف ده؟ لا بقى ما تخلينا اقفل منك. ليه نتكلم يا جدعان؟ يا جدعان في حاجه انتوا بترددوها اسمها الاجندات. الاجندات دي اللي احنا بنسميها في مجالنا ميادين العمل. انا اذا كنت دكتور باطنه اروح اعمل عمليه قلب، فكل منظمه ليها ميادين العمل بتاعتها. انا مش شغلي ان انا اعمل ملاجئ. دكتور البطنه بيعالج الغلابه ببلاش برضو. ما انا بقى في مجالي لما عملنا قوافل ولما عملنا. هو انت مجالك ايه الاول غير انا الموظف. عندي اربع حاجات بشتغل فيهم. بشتغل على الانتخابات والمشاركه السياسيه، بشتغل على الحكم الرشيد ودعم اللامركزيه وجوده الخدمات. احنا قاعدين في انتخابات طول النهار. انت محسس ان احنا ماشيين في التباحث وعديله. ده مجال. عايزنا اشتغل في مجال تاني. يعني تقعد تفضل قاعد تاخد كل الفلوس دي عشان كل اربع سنين تنزل تعمل كده على الانتخابات. عندي اربع ميادين عمل
ممكن حضرتك تشوف الاربع ميادين. يا بيئات الفلوس دي يا بيه اللي انت خدتها منهم اتبرع بيها واعمل حاجه مفيده للواد الغلبان اليتيم. كل جهه منحه وكل منظمه عندها ميادين عمل. ما الا ما سمعنا عن منظمه منكم بتاخد فلوس من بره وبتعمل حاجه عدله للعيل. انتوا قاعدين بس تهاجموا الدوله وتهاجموا الجيش. هتلاقوا في منظمات خدت فلوس وعملت مشروعات. ما تقول رايك يا صوت انت سبتني لوحدي. بس لا لا المنظمات اللي خلي يعني مثلا المنظمات بتاعت حقوق الانسان او أو مراقبة الانتخابات لو عملت تقرير وبعتته للجهة المنحة في كل حاجة تمام وزي الفل هتديها المرة اللي بعدها؟ يعني إيه كل حاجة تمام؟ لا ما هو مفيش حاجة تمام يعني على الأقل مش هتدين الدولة أو مش هتشلفط الانتخابات. الله طب إذا كان الانتخابات حرة وسليمة طب حضرتك شفت تقاريرنا وأنا هديك فلوس عشان ما تشلفطيش؟ أنا بتكلم على التقارير. أنا ما أعرفش التقارير التانية يعني ما تحاسبنيش على التقارير التانية. زي مين؟ قولي لي زي مين؟ انا ما تقوليش اسماء. أنا ما لا ما احنا بنتكلم لكن انا النهارده اذا كنت متخيلين ان كل الجهات المنحة بتدفع فلوس للمنظمات علشان تشتم في الدولة هذه المعلومات خطأ. لا واي خطأ. منظمة تعمل مش خطأ. ده مش خطأ لو أنا لو كتبت ان كله تمام والدنيا حلوة واللون وردي والله ما هم عاطينك مليم بعدها ولا انما لازم تكتب ما سلبيات سلبيات وتزيد فيها وتؤلف سلبيات غير موجوده على الارض. بتاع 6 مايل ده قالوا ان مصر جميله بتدلي بتدلي انا شايف مين اللي بوظ لنا موضوع اي عيل اي عفوا بعد اذن سيادتك يا ست النائبه اي عيل كان قاعد 6 مارس ولا 8 مارس اسمهم ايه؟ اسمه ايه العيلين اللي كانوا هناك دول؟ محمد زارع واحمد زارع ومعرفش ايه التاني ده؟ احمد سمير. طالما هربت يا سمير يا حبيب قلبي انت وزارع وسبتوا الوطن ما تنتقدهوش ده باعوا ممتلكاتهم وراحهم وطلعتوا بره اللي لموها من وطالعين تبحثوا عن جنسيات اخرى وفهمتوا ان الحكايه اصبحت باظت في وشكم ما تهاجموناش بقى. انتوا لا تفرقوا كثيرا عن اللي سافروا وراحوا على تركيا ودخلوا داخل قنوات الاخوان المجرمين بتمويل قطري وضيع برعايه اردوغانيه وضيعه وقاعدين بتسخنوا الناس وبتشتموا في وطنكم وبتسبوا لا وجابوا المعلومات الكاذبه دي منين؟ المعلومات اللي هم قالوها يوم 6 الناس وعيه يا فندم جابوا الكلام ده منين؟ الناس وعيه يا فندم الناس واعيه عندنا هنا في مصر وعيوا وعرفوا ان الجمعيات الحقوقيه ودكاكين حقوق الانسان ان دي سبوبه الناس علشان تطلع من الفقر للغنى. انما انا بقول دول قاعدين هناك في سويسرا في جنيف يوم 6 يقعد في سويسرا انا اعلم سويسرا دي عشان تقعد فيها في اليوم تتكلف كام؟ جبت منين يا واد الفلوس دي؟ كفايه مش هتعرفهم. قلت زمان في 2011 مش هتعرفوا تمشوا في شوارع الناس هتضربكم. وفي منكم اللي نزلت انتخابات كده عامله حجاب امريكاني بعد ما اتشيكت اتضربت جوه الانتخابات مش هتعرفوا تمشوا في شارع الناس فهمت. مالكش انت دعوه بالموضوع ده اهو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ونتمنى من القضاء المصري النزيه من النيابه المصريه ومن نيابه امن الدوله فتح القضية 173 وفتح القضية 250 بشكل نهائي أي مكان أي مكان المتهم فيها. فتذكروا أن حسني مبارك تمت محاكمته هو ونجليه حبيب العدلي كافة مساعدين وزير الداخلية في حقبته رؤساء رئيس الوزراء أحمد نظيف أحمد عز يتقبض عليه تاني يعني بنقول عايزين مناخس استثمار وأحمد عز ينتخب عليه تاني. مفيش حد كان كبير على المحاكمات ايا ما كان اسمه داخل القضيه 250 و173 نرجوكم انها تتفتح. لابد ان الناس تعرف ما اصبح في قلق تم في مصر قلق من الشخصيات اللي موجوده في 250 واصبح في لغط طويل في الشارع يا عم ده في منهم ناس بيكتبوا اعمال لا كنت في منهم في البرلمان وفي البرلمان غدا حلقه جديده من 90 دقيقه اخر الاسبوع هكون معاكم انا وزميلتي مها عثمان هيكون معايا السيد محمد معيد نائب وزير الماليه هنتكلم عن حاجات كتيره جدا تخصكم هنستقبل تليفوناتكم. عايز اتوجه بالشكر لسياده اللواء سياده النائبه انا بشكر حضرتك جدا بخصك بشكر عميق جدا 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 لان هو الوحيد اللي قبل ان هو يجي معانا في الاستوديو ويواجه وده ان دل فيدل على ان هو ما عندوش ما يخفيه وان كان في شويه تحفظات هنتكلم فيها بعد الحلقه انا وهو مع بعض. تصبحون على خير وغدا و90 دقيقه اخر الاسبوع.